ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان نائب مسؤول القسم المهني في هيئة علماء المسلمين الدكتور عمر العاني. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله. بداية دكتور، ما هي أهمية هذه المذكرة، مذكرة الشراكة والتعاون التي وقعتموها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدين الكرام. أهمية هذه المذكرة أنها تعكس منهج الهيئة الوسطي المعتدل، وتبين مكانتها في الأوساط العلمية والدعوية والتطويرية، وكذلك التوافق بين المؤسستين والتعاون المشترك فيما بينهما. وقد لاقت هذه الأهمية قبولا عند المنتدى العالمي الوسطية بكادره المتميز والمهني بشكل كبير، إضافة إلى أنها تعكس مسيرة أو تكمل مسيرة الشيخ الراحل حارث الضاري رحمه الله تعالى، حيث كانت بصماته واضحة في هذا المنتدى من خلال الحضور المشاركة ومناقشة ما يجري على الساحة الإسلامية مع المنتدى، وتقريب وجهات النظر بين العلماء، وهذا ما سمعناه من الأمين العام الأستاذ مهندس مروان الفاعوري. وصراحة نحن نفخر بذلك، حيث يكمل الرسالة جيل آخر بعد جيل كبارنا، وهذا متمثل بفضيلة الأمين العام الدكتور مثنى حارث الضاري الذي وقع هذه المذكرة بنفسه ووجه بفتح أطر التعاون مع الجميع. دكتور عمر، لو تطلعنا على أهم بنود هذه الاتفاقية التي تم توقيعها. لعل من أهم بنود هذه المذكرة، مذكرة تفاهم، هي عقد المؤتمرات والندوات المشتركة، تدريب وتطوير الأئمة والخطباء والدعاة والأكاديميين كذلك، إقامة ورشات عمل لمناقشة القضايا المعاصرة وتناولها منظور وسطي ومعتدل، إقامة المؤتمرات، وكذلك يعني تبادل الحضور في المؤتمرات التي تقيمها الهيئة والمؤتمرات التي يقيمها المنتدى، بالإضافة إلى بنود أخرى منظمة لهذه المذكرة التي تم توقيعها بمقر المنتدى العالمي الوسطي. كيف برأيكم بإمكان مثل هذه الاتفاقيات أن تنعكس على أوضاع الجالية العراقية بالأردن؟ وأيضا لو بإمكانك أن تطلعنا على أهم أنشطة قسم الحقوق في الهيئة خلال هذا الشهر. أختي الكريمة، كل ما نقوم به في الحقيقة هو لصالح شعبنا وأمتنا، ومثل هذه المذكرات تفتح الباب للمتخصصين من الأئمة والدعاة والخطباء وكذلك الأكاديميين لأخذ مكانتهم وتطوير قدراتهم، ونحن نسعى لتأطير كل ذلك بالأطر السليمة التي تساهم في تنمية أو إنجاح ما نقوم به من أعمال. وعلى المستوى توقيع مذكرات والاتفاقيات كذلك استحصال الخصومات للطلبة. أما ما يخص أعمال القسم المهني في الهيئة في الفترة الأخيرة أو الشهر الماضي، فالأعمال مستمرة، ومنها ورشة العمل التي أقيمت في مكتب الهيئة والتي كانت بعنوان القيم العامة للمؤسسات وكيفية اكتسابها، شارك فيها كادر الهيئة ومتخصصون في هذا المجال. وهناك إن شاء الله نشاطات أخرى نوقعكم عليها في وقتها بعون الله تعالى. أشكرك جزيل الشكر نائب مسؤول القسم المهني في هيئة علماء المسلمين الدكتور عمر العاني، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.